September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. معانش ادور هذا 25 برتقالي والبيت الوان 30 انا باقاطه الالوان 25 الاسود ب 30 انا جنن طبعا يا كلش حبيت ليرة عندك حق وعندك لأنه صغار أي هذا عندك لا هذا ما حلو كله مجرد الو اي وش راحت نانيرة كلش حلوه اللون الرصاصي والنيلي تفيد للدوام وحتى القمصان قميص الدوام المدرسة أو الكلية معي بدون دقام يعني بس هاي لا بس هو مدير مال سفرات يعني هيجي امتعاش أشكالهم بعد هاي القمصانة حلوة يعني بعد هاي الربطات كلش حلوة باللبس يعني على المحجبات او هذا انا هاي النوعيات ما احبها اللي تكون من جوا لاستيكه بس هو حلو والله باعوا الوانه يعني هذا القميص كلش حلو باعوا ازياء الكوخ بكل منطقه اكو فرع عندهم فشوف هنا اقول لكم انه باي 1 جيت 1 انه اشتروا قطعه واحصلوا على الثانيه مجانا فالكوخ كلش حلوه اغراضهم كلها على ال على الديزاين يعني سبع هاي الالوان الدارجه كلش حلوه وكل مشجر ها اكو تخفيضات انتم اخذوها هسه على الصيفيه الجايه هنا كلهم فري سايز فصراحه كلش تفيد يعني فيس انا بالعاده اخذ يعني تخفيضات مال هالموسم ووقيع الموسم الجاي شكو بيها يعني اوكي هاي البوتينات كلش حلوه شوفوا هاي الجنات ما شاء الله هاي الجنات قد حلوة بس صغار هاي ال شو اسمه استخدموها انتو يلا حطي اصلا انا اليوم كنت بموتها ها هذا نفس حروف مو حروف حروف اي نفس حروف ريال اكيد تعرف
مجموعة هيرونيك أسد، هاي ترطيب ونضارة البشرة، هاي توحد لون البشرة. زين زين سعرها غصو كلش زين البشرة كافة أنواع. هذا لو هذا اللي بالفحم. بالفحم هذا سعره 16، هذا يكون بشرة الدنيا والبشرة العادية اللي استخدم هذا. هذا عندك يوحد لون البشرة وينتهي إشراق، هذا ترطيب للبشرة، البشرة الدنيا والبشرة العادية. ماشي. هنا دلي على 6 و5 و7، لا ما عليك 5 7 و6 بس أنا خصم 10 كل الزيانات والله هاي مال إيفي أسعار مناسبة. هذه ماركت اسنز يمكن كلش زينات اللي كل وحده استخدام. هاي ماركت المسكارا كلش احبها. واو 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 الوان حلوه اشكالها. شوفوا عندكم هذا الحلو وهذا يعني شوفين ديتشه اوجه من هاي مجمع داي تو داي وهاي هم حلوه. هذا هم مديره كلش حلو الحذاء. كوكو كوكو شوف انا فضلت ما حطيت ملابس زي شوف هذا لوي ياتي هذا الصوت مجيره كلش